بنات السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بما أنه الدخول المدرسي الأمهات كيحيروا شنو يصيب لوليداتهم، شنو يوجدوا لهم، أنا جبت لكم واحد الطريقة سهلة وبسيطة ديال الفطائر مالحة يدوها معاهم لوليدات الغداء أو للعمل. بسم الله نتوكل على الله. عندي ربعة ديال الكيسان، الكاس اللي عبرتو بدقيق تعبرو به الماء. انا وضعت هذه، انا غادي نوريكم بالنسبه لي ما عندهاش الميزان تعبر. بسم الله، واحد هزوج، انا عبر جوج كيسان غنضرب لهم هكا بالمعلقة ونعبرو جوج ثلاثة عفوا الرابع. أي كاس عندكم على حسب الكمية اللي بغيتو نتوما، بغيتو كمية كبيرة عمرو بكاس كبير، بغيتو كمية صغيرة ديرو كاس صغير. وقادر عندي ربعة ديال الكيسان ديال الدقيق. بسم الله، غندير معلقة ديال البزار، غندير الملح، غندير واحد راس معلقه ديال الازير، نسيت ما قلتهاش لكم، هو الزعتر، راس معلقه ديال الازير. الا وليداتكم ما كيبغوش لكم هاد المنسمات ما تستعملوهم، ديروا غير الزعتر، اكتفيو غير بالزعتر. معلقه صغيره ديال الزعتر، واحد معلقه صغيره ديال الثوم، واحد نص معلقه ديال البصله يابسه مدقوقه، وعندي هنا القبيطه ديال المعدنوس، فقط المعدنوس كيجي الطعم ديالو زوين باش كيعطي داك المنظر الاخضر مع صافي. غادي نمزج العناصر ديال النواشف، وغادي نضيف الماء شويه بشويه، غنضيف 3 ديال الكيسان تاع الماء، وعاد غادي نضيف هذا البيضه. والماء بارد عادي من الصنبور، ماشي ما سخون ولا شي حاجه. بسم الله، الكاس الاول، الثاني، هذا الكاس باش عبرت الدقيق، الثالث، الرابع، غادي نعمرو ونخليه حدايا لا خصني نزيد. بسم الله، نمزج العناصر كامله، ما بغيتش يبقاو داك التكتلات ديال الدقيق. نضيف البيضه، نمزج العناصر كامله، شتوه ثقيل ولكن انا غادي نزيد ان شاء الله. نحرك مزيان، نزيد واحد شوية ديال الماء، نص كاس ديال الماء، مدرش ليه ما في لا خميرة لا تحار، واحد شوية صلاة ونفسها. الكاس الرابع مدرتوش كامل. في هاد اللحظة غنضيف هاد القبيطة ديال المعدنوس،
الكونتري ما يكونش ديال الكونجيلاتور باش يبقى السمه ديالو زوين. صافي بالنسبه للفطائر ها هما داك المقلاة السخون دهنتها بشويه ديال الزبيده ها هما المهم تكون سائله هكا. انا غادي نضيف هكا معلقه مغرفه ديال تكون سائله هاد. نتوما بالنسبه للمعدنوس قطعوه انا قطعته غير بالمقص ثم قطعوه شويه بحال الشكل ديال لي كريب ما تكونش لاباط فهمت مشطوط. كنعمر دوك البلايص هكذا صافي وغادي نوضعها في المقلة تطيب ونقلبها الجهة غادي نقلبها منطيبوهاش بزاف حيت غادي نعاودو نطيبوها فوق المقلة ملي غنديرو لها الحشو. البنات بعد ما طابت انا كنحيدها كنغطيهم بالنيدل هكذا باش يبقاو طريين. دوك الفطائر غندير معاهم واحد شويه ديال الدجاج وغندير معاهم الخضيره الخيزو والقريعه وغندير واحد البطيطه حتى هي غادي نديرها وكل واحد على حسب العائله ديالو شنو كتبغي. اللي ما بغاش يدير الدجاج ما يديروش يدير الطون اللي ما بغا يدير الكفته كل واحد وشنو كيعجبو. انا درت شويه ديال الثومه هذيك اللي مطحونه شويه ديال هذا الزبيده واحد المعلقه صغيره ومليحه وندير شويه البصل فقط هادشي اللي غادي ندير واحد الخويه تاع زيت الزيتون تقريبا جوج معالق غنديرهم في البوطه. البطاطس عصير رقيق على هاد الشكل رقيقة بزاف باش يدخل ليها الطياب. انا غادي نضيفها للبصلة انا درت شويه البصل الثومة ونضيف الزعفرة الزعفرة كيف هي كتحط مع البطاطا بعد ما درت الفلفلة والجزر غادي نحركهم يتشكرو شويه البطاطا راه نص طياب. انا حطيت هذيك البطاطا وخيزو وفلفل اللي درت يبردو وغادي نطيب القريعه بوحدها حيت الطاجين صغير. انا وضعت زبيده في الطاجين باش غادي نضيف القريعه ونخلي العجينه تبدا باش تسود. صافي انا غنطفي عليها وغندير لها واحد الرشيشه ديال الزعتر صافي وغادي نحطها في الطبيسي تبرد رشيشه ديال الزعتر حتى تعود. الدراري باش كيحسب لهم بحال كياكلوا بيتزا المهم بالنسبه للولدات ما تياكلوش الخضار. تقدروا تعملوا بالنسبه انايا حطيت البطاطا مع خيزو مع الفلفله تقدروا طيبوا كل حاجه بوحدها على حيده ولكن باش تقتصدوا الوقت ديروا كل شيء في مره واحده كيف درت انا الطريقه اللي درت انا. ولكن انا تنفضل من الاحسن كل حاجه كتبقى بالطعم ديالها خيزو بوحدو البطاطا بوحدها البصله بوحدها مازال الفلفله والبصله ماشي مشكل. حتى الفطائر اللي حصلنا عليهم هانتوما جمعوهم في يديكم ها انا غادي نعمرهم ما غنديرش الجهه اللي فيها ما غنديرش هاد الجهه غندير هاد الجهه هي اللي غتجي لتحتانيه باش تجي هذا يجي داك الزواق ديال المعدنوس. بسم الله غندير شويه ديال هذا فرماج ايدام ما درتش لاصوص من الاحسن ديرو فخوماج اللي بغى يدير لاصوص حتى يبغي ياكل ويدير لاصوص. غندير هنايا واحد المعلقه انا درت واحد رشيشه ديال الكمون واحد المعلقه ديال البطيطه مع فليفله غندير بالنسبه اللي ما كيبغيش شي نوع وليداتها ما كيبغيش شي نوع من انواع الخضره ما ديروهش ديروا داكشي اللي كيبغيو اولا طيب كل حاجه بوحدها باش اللي كيبغي شي حاجه ديروها له. انا غندير هنايا القريعه شويه وغادي نضيف شويه ديال الدجاج اللي حطينا وكاينين الناس اللي نباتيين يديروا غير الخضره بوحدها صافي
وغادي نسد بالفرماج. الفرماج باش مني نقلبها، مني غادي نديرها باش نديرها فوق المقلة، غادي نلصق، غنعاود ندير شويه الفرماج هنا باش يلصق مزيان. ندير هكذا، اولا ديروا العجين اللي بغيتو، خليو انا باقا عندي العجينه كنبغيش نديرها، من الاحسن بحال هكذا. غادي ندير الجهه الاخرى حتى هي. ملي غنبغي نديرها في المقلة غنديرها على هاد الجهة، المقلة مدهونة بالزبدة، غادي نوضعها بحال هكدا. كنبدا بهنا باش تجمع ليا لتحت باش داك الفخوماج يلصق، وغادي نضيف واحد اخر هنايا. غنديرها بطريقه اخرى عاوتاني، حتى هذه كتجي زويون. ندير غير في الطاجين بلا ما نفوق عليه قوه المعان. هذوك الجويشات اللي درنا مربعين، المهم نتوما لكم كامل الاختيار، كتبقاو دوروا فيهم حتى يتحمروا ونرجع معكم. ها هما دوك الجويجات اللي درنا بحال لي شوسون، شتو كيتسودا في الجير مازال ما تحمرش، من تحمر نقلبها الجهة الأخرى. هكا ما تبان ليا، شتو هاهي تحمرات، هانتوما شتو، وهداك الفرماج كيسودي هاديك البلاصة. أنا غادي نقلب هادي حتى نشوف واش تحمرات. صافي نغمدي في الخوت، شتو يترشى دابا التليفون ويذكر نقلب بيه. ها تفرقت هادي ولكن ماشي مشكل، شوفوا لي هادو كيف تحمروا، جاو خزانين ما شاء الله. ها ما حطيتهم في هاد الشبيكة، انا غنحطهم في طبق التقديم. نقسم ليكم شوفوا كي جات رائعة، معين كان الفرماج رائع. سمع جديدة جديدة جديدة، ما نفسوش ليكم الفطائر ديالنا. هانتوما شتو ديك البلايصة منين الفرماج خرج تما فين كيتسودا، وهاهما هي اللي بغا يرفقهم مع لاصوص مايونيز رفقهم، اصلا فيهم فرماج مكيناش. وعاوتاني كيبقى اختياري، ولا الكيتشاب ولا لاصوص باربيكيو، كل واحد شنو كيعجبو يرفق معاه. ايوا الفيديو وصل النهاية ديالو، وشكرا للمتتبعات والمتتبعين ديالي. كنقول بالنسبة للناس الجداد اللي عادوا تلقوا بالقناة كنقول لهم مرحبا بكم، الف مرحبا، وما تنساونيش من دعوات الخير، ما تنساوش لايكي بارطاجيو القناة مع أهلكم وحبابكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.